يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينسب الحديث الحسن للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان كذلك فما المانع من الاعتماد عليه ما دام يعتبر حجة؟ ما قلنا ما يعتمد عليه، نقول يعتمد عليه، لكن في التوحيد، وفي التوحيد لازم يكون من الأحاديث الصحيحة، والحسن يكون أحيانا صحيحا، ولذلك الترمذي يقول حسن صحيح، يعني صحيح من طريق وحسن من طريق، لأن الحسن ما هو على نمط واحد، بعضه يصل إلى درجة الصحيح، بل إن العلماء القدامى يقسمون الحديث إلى قسمين، صحيح وضعيف، يدخلون الحسن في الصحيح. نعم.